أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي رمضان. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء، واحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، ويا رب يعدي هذه الأيام على مصر وعلى العالم العربي والأمة الإسلامية بالخير إن شاء الله. ولازم يا جماعة يبقى عند الشعب المصري وعي، احنا في ذروة الفيروس دلوقتي، والحكومة عاملة شغل كويس جدا، والدولة عاملة شغل كويس جدا، وزارة الصحة بذلة مجهود كبير جدا. احنا بنراهن على وعي الشعب المصري، الشعب المصري شعب لديه وعي كبير جدا، واما حس في فترة من الفترات في 30 يونيو بالخطورة على مصر، نزل الشعب المصري كل الشوارع والميادين، اكتر من 30 مليون مصري نزل كل الميادين والشوارع علشان يحافظ على الشعب، على الشعب وعلى مصر وعلى 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 دولته. فانا دايما بنراهن على وعي الشعب المصري، وعارف كويس جدا 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 الشعب المصري دائما بيجي في الازمات ويبقى قوي ويبقى صلب ويحافظ على بلده ويساند حكومته، ودايما ما نسيبش نفسنا للاشاعات المغرضه اللي عارفين مين اللي وراها، والجماعات الارهابيه واجهزه استخبارات دوليه ودول بتدعم هذه الجماعات. احنا ما بنسيبش نفسنا للاشاعات ديت، ولكن الشعب المصري كله بقى عنده وعي كبير جدا 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 وبينظر حوله. برحب بيك يا دينا، اهلا بيكي. اهلا بيك يا ماهر. معاكي فقرات ايه النهارده؟ معايا فقرات كتير، والحقيقه هي النهارده ليله جديده حقيقي فعلا من ليالي رمضان، ومبسوطه بالدعاء اللي انت دايما بتبتدي معاه يعني في ليالي رمضان. الحقيقه محتاجين كلنا نتضرع، لان هو شهر فعلا الرحمات والبركات. والحقيقه هو يعني كنا بنبتدي فعلا كلامنا عن الكورونا، لانه هو دلوقتي احنا دخلنا فعلا فتره عصيبه جدا بتمر عليها مصر، بس هي مصر ياما مرت عليها فترات عصيبه جدا، مرت علينا النكسه ولكن بعدها انتصرنا. لازم نبقى على يقين ان احنا ان شاء الله زي ما انتصرنا على العدو، زي ما انتصرنا على الارهاب، هننتصر على فيروس صغير جدا ممكن يكاد يكون قاتل، ولكن لازم يكون املنا في ربنا كامل. حقيقه يمكن لو رجعنا مع بعض كده بالزمن شويه صغيرين، هنلاقي ونفتكر مع بعض مشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القاده او القيادات في الدوله. والحقيقه هو مشهد لاول مره انا كنت بشوفه، مشهد جديد علينا، وهو لابس الكمامه وكل القيادات لابسين الكمامه، وفي تباعد. شايفين قد ايه في تنميه، في افتتاح، في كلام عن الدوله، ولكن في نفس الوقت في اجراءات احترازيه بتتخذ، وكانه بيوصل لنا كلنا رساله مهمه جدا، القدوه والنموذج المثالي جدا اللي بيحتذى بيه، ان احنا المفروض يبقى تعاملنا ده في حياتنا كله، لازم نبقى دايما واخدين اجراءاتنا الاحترازيه في تعاملاتنا لكل مدير شركه، لكل مدير مصنع، لكل مدير في مكانه النهارده. لو قمت بنفس الاجراء اللي عمله السيد الرئيس، يبقى في تباعد عندك في المكان، يبقى في كمامات وجوانتي طبعا، اللي ما ينفعش ابدا يكون من غير الجلافز او الجوانتي، من غير الكمامه، الاثنين مرتبطين جدا. انا هبقى لابس الكمامه لكن ممكن اتعامل مع اي حاجه فيها الفيروس. عشان كده بنقول انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لنا كلمه مهمه جدا، زي ما بايد وبدراع هنحارب الكورونا، بالايد الثانيه هنبني وهنفتتح مشروعاتنا وهنقوم من تاني. الحقيقه يمكن ممكن يكون قله قليله جدا شفناهم في المشهد بتاع الكورنيش الاسكندريه، ولكن ده يخلينا نقول انه لا، كان في مشهد قبله في شم النسيم لما كلنا اتحدنا وما خرجناش من بيتنا وكانت الشوارع كلها فاضيه، فده يخلينا عندنا ما زلنا قوه واراده ان احنا نحارب هذا الفيروس، وان شاء الله باذن الله عندنا كمان امل في ربنا كبير جدا، لانه احنا بنمر بايام جميله جدا. كنا لسه بالامس بنستقبل شهر رمضان وبنرحب وبنهلل بيه، ولكن دلوقتي شهر رمضان بيلملم اوراقه، خلاص يعني بيودعنا. فعايزين في اخر ايام، وهي اهم ايام لشهر رمضان، نتضرع فيه وفي بيوتنا، نلتزم اماكننا، نحاول على قد ما نقدر يعني ندعي رب العالمين انه يخلصنا من هذا الوباء. مع الهزمات اللي احنا بنشوفها وفيروس كورونا اللي موجود، لكن الدوله شغاله كويس جدا، عندنا الجيش بيشن هجمات كبيره جدا على الارهابيين في سيناء، وبيحقق ضربات قاسمه ليهم ومرعبه ليهم. القوة الغاشمة بتستخدم حاليا في سيناء ضد الإرهابيين بكل قوة. عندنا الشرطة المصرية بتداهم أوكار المجرمين والإرهابيين في كل مكان في مصر. مش عندنا فيروس والبلد مشغولة بالفيروس، لا، عندنا وزارة الصحة شغالة في الفيروس، القطاع القوات المسلحة الحرب الكيماوية بتعمل تطهير وبتشتغل في المؤسسات، وعندنا كل قطاعات الدولة شغالة. الحقيقة عندنا أزمة وعندنا فيروس، لكن كل قطاعات الدولة شغالة. النهاردة لو تبص تلاقي الإنشاءات شغالة، المشروعات القومية شغالة،
كل حاجة عندنا النهاردة، عندنا في وزارة الزراعة عندنا حصاد القمح شغال في المنيا وفي أماكن عديدة جدا، الدولة شغالة بكل قطاعاتها، لكن احنا بنقول الوعي، الوعي عند الناس لازم يبقى عندنا وعي، لأن انت عندك وباء عالمي، وباء مش استهتار، ما تاخدش الموضوع باستهتار، خاف على أولادك، خاف على بيتك، خاف على والدك، خاف على والدتك، خاف على نفسك، الموضوع مش هزار. واوعى تدي افكارك وعقلك للجماعات الارهابيه المتطرفه اللي هم ما عندهمش وطن وما عندهمش فكره ان هو حد خايف عليك، دول جماعه ما بيحبوش الا نفسهم، وكل اللي هو بره الجماعه كافر بالنسبه لهم، فما تديش دماغك ولا افكارك للجماعات الارهابيه. وانا بقيتني متاكد تماما وعندي يقين تماما ان الشعب المصري بقى عنده وعي كبير جدا جدا جدا، وفاهم كل كبيره وصغيره بتحصل بره وجوه. النهارده شوف عندك النهارده لو احنا فضلنا ماشيين في المخطط بتاع جماعه الاخوان الارهابيه ودخلت مصر النفق المظلم اللي كانت ماشيه فيه، اللي كان المرشد بتاعهم بيقول قدامكم 500 سنه لما نسيب السلطه، لو كنا دخلنا النفق المظلم ده ما كناش خرجنا منه. شوف الدول اللي دخلت النفق المظلم ده النهارده قادره تعمل ايه في فيروس او في ازمه زي دي، هتعمل ايه؟ ليبيا هتعمل ايه؟ اليمن هتعمل ايه؟ العراق هتعمل ايه؟ سوريا هتعمل ايه؟ شوف الشعوب اللي انهارت دي والدول اللي انهارت والمؤسسات اللي انهارت دي، هل هترجع تاني؟ احنا نتمنى انها ترجع تاني وبندعو ربنا ان الدول دي ترجع تاني وتقف على رجلها تاني، لكن الدوله لما تتفكك ومؤسسات الدوله تتفكك صعب انها ترجع تاني. هو ده اللي كان يدركه جماعه الاخوان الارهابيه والمؤسسات واجهزه الاستخبارات الاجنبيه والدول الاجنبيه اللي بتدعمهم، عارفه ان الدوله لما بتتفك ومؤسسات الدولة تتفك عمر الدول ما تعرف ترجع تاني. يبدأ يدخل عليك بالمخططات اللي بيشتغل عليها اللي هو تقسيم الدولة. وليه تقسيم الدولة؟ لازم تبقى فاهم، لأنك أنت عندك دولة على الحدود تعدادها 6 مليون، لن يتحقق أمن وأمان هذه الدولة اللي هو الكيان الصهيوني وانت جنبها 100 مليون وعندك جيش قوي، فلازم تبقى فاهم ان المخطط ده بيتعمل. وخلاص ادركم ان الحروب ما عادتش تنفع بالجيوش، لازم تبقى بالوكاله. يعني ايه بالوكاله؟ يعني الدوله ابناء الدوله تفتت نفسها. فاحنا لازم يبقى عندنا وعي وعندنا يعني وعي شديد جدا للي بيبقى مخططات اللي بتحصل معانا. ولكن هناخد معايا اتصال مهم جدا من معالي وزير القوى العامله الدكتور محمد سعفان. دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة يا دكتور، وطمنا دايما كده على العمالة اللي عندنا في الخارج والعقود اللي عندنا في الخارج، وانا عارف ان حضرتك مهتم جدا بالملف ده، والرئيس السيسي كمان مهتم بدعم العمالة في الداخل وفي الخارج الحقيقة. وطبعا في البداية كل سنة وحضرتك طيب وكل وشعب مصر كله طيب وعمال مصر كلهم طيبين في الداخل وفي الخارج. تأكيد طبعا الجائحة اللي احنا بنتعرض بيها مش احنا لوحدنا، العالم كله بيتعرض بيها، أثرت تأثير شديد على النواحي الاقتصادية بكافة أشكالها، وبالتأكيد ده برضو ساب يعني في ظلاله على العمالة بشكل عام والعمالة المصرية بشكل خاص، وبالتأكيد ده إحنا شايفينه خلال الأيام الماضية. يمكن شايفين إن برضو تضررت العمالة وفي أنواع معينة أو قطاعات معينة بعينها حصل عندها تضرر شديد زي قطاع السياحه والطيران، تأكيد هذه القطاعات توقف العمل فيها تماما، وده بيبقى فيه نوع من انواع التأثير السلبي. ولكن الدوله كانت ايضا دائما في ظهر عمالها، بالتأكيد توجيهات السيد رئيس الجمهوريه للعماله الغير منتظمه بصرف منحه بمقدار 500 جنيه شهريا لمده 3 اشهر، ده كان يعني شيء دافع لهذا النوع من العمالة، بالإضافة إلى العمالة الدائمة في القطاعات التي توقفت العمل فيها زي السياحة. كان هناك أيضا توجيه أن يكون صندوق إعانات الطوارئ للعمال داعما لقطاع السياحة في هذه المرحلة، وبالفعل ده اللي بيتم في هذه الأيام. وبالتأكيد يعني إحنا بندعو المولى عز وجل أن يزيح عنا هذه الجائحة سريعا حتى يعود كل الأمور والاقتصاد إلى وضعه بإذن الله. إن شاء الله. معالي الوزير، كان أنا عايز نحيي حضرتك بصفة شخصية، لأن حضرتك بصراحة في ملف القوى العامة اشتغلت عليه كويس جدا، وكمان في أزمة كورونا كان وقت قصير جدا حضرتك المنحة 500 جنيه، يعني قول لي حضرتك طمني كل الناس صرفت أو لسه في ناس هتصرف أو في دفعات هتصرف، وأنا بحيي حضرتك على السرعة اللي تمت في الموضوع ده.
هو طبعا بعد توجيه السيد الرئيس احنا طبعا كنا فتحنا باب التسجيل، وبعد كده بيحصل تنقيه للكشوف، وبعد كده بدات المراحل للصرف. طبعا كانت الدفعه الاولى اتصرفت على مرحلتين، ويمكن المرحله الاخيره من الدفعه الاولى يعني هينتهي العمل في الصرف غدا الساعه 4 في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهوريه. بعد كده هيبدا هيئه البريد تبتدي تجهز للشهر الثاني ل 500 جنيه الثانيه عشان تبتدي تحولها بعد ما سلمت كل اللي صرفوا في المرحله الاولى الكارت الخاص بالاي تي ام عشان بعد كده يحول له الدفعتين المتبقيتين الثانيه والثالثه ليتم سحبها من خلال كل ماكينات السحب من البنوك والبريد. معالي الوزير، كان في امر مهم جدا عايز اكلم حضرتك فيه، وهو ان مصر الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي قدرت تدعم العماله وتقف جنب شعبها وفي العماله في الخارج والداخل، عايز حضرتك تطمنا على العاملين بالداخل والخارج. الحمد لله، يعني زي ما احنا شايفين دايما في توجيهات السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي دايما بيوجه كل الافراد الحكومه والقيادات التنفيذيه للاهتمام بالعماله بشكل عام والعماله الغير منتظمه او الاكثر احتياجا في الرعايه، دايما بيوجهنا الى رعايتهم والنظر دائما الى كافه المصالح الخاصه بهم. فبالنسبه لكل العماله الموجوده داخل مصر بالتاكيد بنحاول بقدر الامكان في هذه المرحله انها تكون تحت عينينا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا دايما نكون جنبها، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نعينها في هذه الازمه عشان نقدر نعدي بيهم هذه الازمه باذن الله. وزي ما احنا بنقول دايما ان عمال مصر هم دايما الدرع الواقي للاقتصاد المصري، وبالتاكيد مصر دايما بتنظر اليهم بنظره الاهميه لكونهم السند الرئيسي في رفع مقدرات الاقتصاد المصري. اما بالنسبه للعماله، عماله مصر في الدول الخارجيه، فطبعا كل الدول الخارجيه حصل فيها نوع من انواع التعثر، ده بالتاكيد بيعمل نوع من انواع التغيرات في هذه المرحله، لكن بمجرد ما هيتم ان شاء الله انتهاء هذه الجائحه بالتاكيد هيكون هناك يعني وضع جديد ووضع افضل للعماله المصريه ان كان في الداخل او في الخارج. بنتمنى ده طبعا يا فندم. ودكتور محمد، طبعا ده شايفينه ولامسينه في مجهودات حضراتكم طبعا بدءا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصولا لطبعا كافه الوزارات وعلى راسها طبعا كل القيادات المعنيه. لكن خلينا كمان نعرف ونتعرف اكثر على الاجراءات الاحترازيه اللي بيتخذوها العمال في سواء كان في المصانع في الشركات، ايه كافه الاجراءات اللي ممكن يتخذوها؟ بالتاكيد طبعا يعني خلال المرحله دي وخلال التوجيهات ايضا والقرارات اللي صدرت عن دوله رئيس مجلس الوزراء للاهتمام بالاجراءات الاحترازيه في كل المنشات ان كانت المنشات الحكوميه او غير الحكوميه، يعني كان لينا عده اجتماعات من خلال المجلس الاعلى للحوار المجتمعي لشؤون العمل عشان ننظر في مساله يعني توفير كافه الاجراءات الاحترازيه داخل المنشات. وبالتاكيد يمكن القوى العامله وجهت كل المفتشين على مستوى 27 محافظه ان تجنب الخطط التفتيشيه في هذه المرحله جانبا، وان يكون التفتيش بشكل رئيسي على التزام المنشات بتوفير كافه الاجراءات الاحترازيه وكافه المعدات اللازمه لتامين العمال من حدوث اي عدوى. وبالتاكيد ده بيسير كل يوم وفي متابعه من خلال غرفة العمليات المشكلة في ديوان عام الوزارة مع 27 مديرية من خلال إدارة التفتيش الموجودة. معالي الوزير، كان في ملف مهم جدا عايز أسأل حضرتك فيه، هو ملف الحق الشركات الحق العمالة بالخارج، وحضرتك الحقيقة عملت فيه نقلة كبيرة جدا، والأول مرة نشوف في وزارة القوى العاملة ان الشركات دي بيتم الاهتمام بيها بشكل كبير جدا، وبتكرم من معالي وزير القوى العامله وبيتم تدعمهم بشكل كبير جدا. الملف ده ملف شائك وملف كبير جدا، وبيحصل فيه مشاكل للشباب بره في الخارج وفي الداخل. حضرتك يعني الملف ده اشتغلت عليه ازاي وقدرت
تشتغل فيه بالشكل اللي حضرتك اشتغلت فيه ده ازاي، وعملت الانضباط اللي فيه الشديد ده ازاي؟ هو دايما يعني مواجهه المشكلات دايما هي الطريق الاسهل للحل، ويمكن المشكلات اللي كانت موجوده كانت اهم حاجه ان احنا نواجهها ونواجه ونوعي ابنائنا. يعني احنا لم نتوانى لحظه من ان من خلال حضراتكم ومن خلال الاعلام المصري ان احنا دايما بنوعي شبابنا ان دايما اللي بيتعرض لاي مشكله من اي نوع في الحصول على عقود العمل، او اذا اراد ان يتم التاكد من عقود العمل اللي بيحصل عليها، فالوزاره يعني بتوفر له كل السبل عشان تتاكد له من مصداقيه هذه العقود. وده بالتاكيد خلال المرحله اللي فاتت ادى نوع من انواع الثقه من المواطن او الشباب الراغب في السفر في الجهات الحكوميه الممثله في مديريات القوى العامله، وكان دايما بيلجا لها، ومن خلال ده قدرنا ان احنا نكتشف دايما الرصد من السمين من خلال هذه الشركات. وبالتاكيد اللي كان يعني بيمارس اعمال ضد القانون او مخالفات بالتاكيد كان بيعاقب، ووصلت الى الغاء الترخيص في بعض الحالات. واما الشركات اللي بتكون عندها نوع من انواع الالتزام والمعامله القانونيه السليمه بالتاكيد ايضا بتنال كل التقدير والاحترام. من وصل معالي الوزير ان حضرتك بتشطب شركات خالص، بتلغي ترخيصها خالص لو اذا ثبت انها تعرض المواطنين لبعض النصب ليها، بتصل الى الغاء الترخيص في بعض الحالات وفي الايقاف فترات زمنيه معينه في البعض الاخر. وزي ما قلنا برضو الشركات اللي بتكون عندها قدر من الامانه والتعامل السليم القانوني بيكون برضو لها منا كل التقدير والاحترام. معالي الوزير المحترم الدكتور محمد سعفان وزير القوى العامله، بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا. لسنا وحضرتك طيب. دينا معاك ايه فقرات معنا النهارده؟ معانا فقرات النهارده الحقيقه مهمه جدا، هنتكلم فيها عن طبعا احنا بدانا خلاص، كل سنه وحضراتكم طيبين، ليالي العشر، وحقيقه لسه في فرصه قدامنا لكل اللي يعني ما كانش لسه خد واستغل الشهر من اوله. ما زالت العشر الاواخر هي الفرصه الاهم، واذا كان شهر رمضان هو يعني الشهر الحقيقه اللي ربنا بيصطفيه عن الايام كلها وعن الشهور كلها، عندنا ليله القدر ربنا بيصطفيها عن كل ايام السنه كلها. هنتكلم طبعا عن فضلها وعن طبعا ثوابها في الفتره دي، نعمل ايه كمان ونحييها زي فتره في فقره مهمه جدا مع فضيله الشيخ مصطفى مونتي. ومعانا كمان المنشد الجميل طارق عبد الرحمن، ومعانا كمان فقره مع وحيد حبيب مدير اداره التسويق في اداره التقاوي. هتستمتعوا ببعض الفقرات اللي موجوده معانا النهارده، ارجوكم انتظرونا بعد الفاصل.